وللحديث عن استمرار الاغتيالات في ديالى والمخاوف من عودة فرق الموت ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. حياكم الله أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر، ما الذي تعنيه هذه الاغتيالات المتوالية في ديالى في الفترة الأخيرة ومما يخشى أهالي المحافظة؟ من المعلوم أن هذه الاغتيالات ممنهجة ولها طريق واضح تماما على أسس طائفية، وبالتالي فرق الاغتيالات التي كانت تغذيها حكومة المالك الثانية قد عادت بعد وصول حكومة الإطار التنسيقي إلى دعم وتواطؤ مع جميع الميليشيات ووضع لهم غطاء عدم الاعتقال، وبالتالي هذه الاغتيالات ستستمر للأسف الشديد لأن إيران تدفع بها بشكل واضح تماما. عندما يتم اغتيال أحد ضباط الجيش العراقي السابق المواطن عامر المجمعي في قضاء الخالص في منطقة عليبات بواسطة أسلحة وسيارات حكومية واضحة يعلمونها شهود العيان بأنها تابعة لميليشيات بدر، ومن ثم تأتي الاغتيال الآخر في هذا اليوم لمدير دائرة الحمايات السابق للجبهة التركمانية أحمد طاهر إسماعيل بانفجار عبوة لاصقة في محافظة كركوك، تؤكد على أن هذه الاغتيالات قد بدأت، وهي قد بدأت يوم اغتيال أحد ضباط الجيش الطيارين في قرمة الأنبار، ومن ثم الاغتيالات الجماعية للمزارعين في ديالى. وبالتالي نحن أمام سيناريو يعيد نفسه ولا سيما بعد أن جاءت الأنباء في تولي المالكي نائب رئيس الجمهورية، لها علاقة مباشرة. وهنا أحيل بالذاكرة إلى وثائق ويكليكس الذي حقيقة نصت على ما فعله المالكي من دعم الاغتيالات الداخلية والخارجية. بالنسبة للتوقيت هل يشير إلى شيء؟ التوقيتات معلومة أن عملية هذه الاغتيالات تشير إلى عملية بسط نفوذ الإطار التنسيقي على العراق، وبالتالي تصفية جميع الخصوم الذين يظنون أنهم مناوئين لحكومة الإطار التنسيقي داخل العراق، وبالتالي هو عملية تخويف الشعب العراقي من أن يكون لديه فعلا قادما باتجاه حكومة الإطار التنسيقي، لأننا أمام يعني موجة من التظاهرات القادمة. لكن هذه الاغتيالات لن تسكت العراقيين مطلقا، وبالتالي معلوم أن القضية تتعلق بخيوط إيرانية واضحة، لذلك لها دلالات متنوعة في عملية عدم استقرار العراق وإنتاج الفوضى من جديد، وبالتالي إيران هي المستفيد من هذه الفوضى. ولكن كيف يمكن للحكومة فعليا أن تسمح بإعادة تجربة فرق الموت التي يتحدث عنها أو عن عودتها نائب رعد الدهلكي؟ الحكومة هي جزء من فرق الموت، وبالتالي الحكومة هي التي الآن متشكلة من فرق الموت والاغتيالات. هؤلاء ذاتهم الذين قادوا فرق الموت بأيديهم وقتلوا بأيديهم، ومعلوم تماما قد تم الاعتراف سابقا من مقتدى الصدر على قيس الخزعلي أنه قتل 1600 من أجل أخيه الذي مات، وبالتالي فكيف لهذه الحكومة أن تواجه فرق الموت وهم أنفسهم هم فرق الموت؟ لذلك حقيقة الحكومة تسعى إلى التغطية بشكل واضح تماما، وقد رأيتم أن الأحكام تصدر على المواطنين العراقيين خلال 48 ساعة، بينما بعض الاغتيالات التي تم كشفها سواء في البصرة بشخصيات مرتبطة بميليشيات الحشد أو قتلت بعض الصحفيين في بغداد إلى هذه اللحظة سنوات لم يتم إصدار الحكم عليهم، لذلك هم ينعمون بعملية عدم الملاحقة القانونية وسكوت القضاء ورفوخه لإدارة السلاح المنفلت. بالتالي ما يحدث حقيقة هو تشجيع لهذه الاغتيالات، ولذلك الحكومة تشجع الاغتيالات بشكل واضح وصريح. ولكن لمصلحة من المستفيد من إعادة ديالى إلى مربع الفوضى الأمنية، ولماذا ديالى بالتحديد؟ ديالى لم تشهد استقرارا منذ دخول هذا العامل إليها عام 2003، وبالتالي عملية الوصول إلى مرحلة إسكات جميع أهالي ديالى على أسس طائفية له مصالح داخلية ومصالح خارجية. المصالح الخارجية أن إيران تريد لبدر وهادي العامري والمتعاونين معه من الميليشيات السيطرة على ديالى، لأن باعتبارها الطريق الأساسي البري الذي يربطها ببغداد بشكل سريع،
فضلا عن مناطقها التي تديرها في سنجار وغيرها. وبالتالي داخليا هذا العامري ومحافظه الذي ينتمي اليه مثنى التميمي يريد اسكات الجميع من خلال هذه الاغتيالات، وبالتالي عدم السماح لاهالي ديار الحقيقيين ان ينهضون في محافظتهم، وبالتالي ديارة تستهدف وتذبح من الوريد الى الوريد بشكل واضح وصريح على اسس طائفيه. هل يعني يمكن توقع انضمام مناطق اخرى يعني في هذه الاغتيالات إلى ديالى أيضا؟ بالتأكيد هذه الاغتيالات لن تتوقف في ديالى ما دام أن هناك لا توجد أصوات حقيقية، سواء من الذين يحسبون داخل العملية السياسية أو من بعض الجهات الدولية كالأمم المتحدة الذي للأسف زارت قتلة العراقيين والتقى أمينها العام بقيس الخزعلي وريان الكلداني وغيرهم ممن ساهم بقتل العراقيين وانتهاكات حقوق الإنسان. عندما لا يكون هناك رادعا حقيقيا لهؤلاء فإن هناك مناطق مرشحة، وبالفعل حدثت اغتيالات في بعض هذه المناطق، وبالتالي في القرمة في بغداد، لذلك هناك مناطق نعم مرشحة، والمناطق لا تقتصر فقط على المكون السني الذي يحدث فيه الآن اغتيالات بشعة وذبح بشع على يد هؤلاء الميليشيات، انما ايضا الشارع الجنوبي سيكون وسينال من هذه الاغتيالات اذا لم يكن هناك تحركا سريعا وواضحا من الشعب العراقي تجاه هذه الميليشيات، لا سيما المناوئين لحكومه الاطار التنسيقي او لقيادات تشرين الذي تعمل الان على انتاج حركه جديده احتجاجيه يمكن من خلالها رسم كثير من ملامح العراق القادم، لانه هناك ايضا تظاهرات رفضت القوانين سانتيجو وغيرها، وبالتالي المالكي يجيد عمليه صناعه الازمات بالاغتيالات لتمرير قوانين لصالحه، ولذلك من هنا ستتوسع عمليه الاغتيالات الى مناطق اخرى. نعم، اذا كنت ضيفنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.